أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى فقرة معالم وأعلام من هنا من ضواحي مدينة مأرب من منطقة الفاو، إحدى المناطق الزراعية في هذه المحافظة والتي تعتبر إحدى السلال الغذائية لليمن عموما بالكثير من المحاصيل الزراعية. وسؤال الميدان يقول: كان لقريش رحلتان في الشتاء والصيف، إلى أين كانت هاتين الرحلتين وما الغرض منهما؟ نتابع من سيكون الفائز بجائزة السؤال. كيف حالك؟ كريم كل عام وانتم بخير. معي سؤال، إذا أجبت عليه لك جائزة. إيش من سؤال؟ قريش كانت لها رحلتين في الشتاء والصيف، إلى أين كانت هذه الرحلتين وما الغرض منهما؟ إلى مكة والمدينة. حاول. كان لها رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. كان لها رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، إلى أين؟ يمكن إلى مكة والمدينة. يلا فرصة أخرى وشكرا جزيلا لك. حياك. السلام عليكم. وعليك السلام. وشهر كريم. شهر مبارك. معي لك سؤال، إذا أجبت عليه تحصل على الجائزة. سلام. قريش كان لها رحلتين في الشتاء والصيف، إلى أين كانت هذه الرحلتين وما الغرض منهما؟ الرحلتين لو وين الرحلتين؟ هي ادنا إجابة. لا أشتي إجابة منك أنت. الشام. رحلة إلى الشام بالفعل. نعم. ورحلة إلى اليمن. ورحلة إلى اليمن. طيب أين اللي كانت في الصيف وأين اللي كانت في الشتاء؟ إلى الشام كانت في الصيف. إذن أنت أجبت جزء من الإجابة، ففرصة قادمة وشكرا جزيلا. العفو. كان لقريش رحلتين في الشتاء والصيف، إلى أين كانت هاتين الرحلتين وما الغرض منهما؟ والله ما أدري. حاول. ماشي والله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال وشهر كريم؟ كيف حالكم؟ أنا وعليكم إن شاء الله بخير. معي سؤال، إذا أجبت عليه بعطيك جائزة. إن شاء الله تفضل. كان لقريش رحلتين في الشتاء والصيف، إلى أين كانت هذه الرحلتين وما الغرض منهما؟ رحلة الشتاء والصيف، واحدة إلى اليمن واحدة إلى الشام. نعم كلام سليم. ما هو الغرض منهما؟ الغرض منهما التجارة. التجارة بالفعل، وإجابة سليمة وصحيحة حصلنا عليها هنا من الأخ ناصر صالح حزام شهران. من الأخ ناصر؟ ناصر صالح حزام شهران. من الأخ ناصر حزام شهران هنا في منطقة بن معيلي التابعة لمديرية الوادي. كان لقريش رحلتان في الشتاء والصيف، إلى أين كانت هذه الرحلتين؟ إلى الشام. إلى الشام رحلة الصيف. رحلة إلى الشام واليمن، وكانت من غرض التجارة. إلى الشام كانت في الصيف وإلى اليمن في الشتاء، وكان الغرض منهما التجارة بالفعل. إجابة سليمة وصحيحة حصلنا عليها هنا من الأخ صالح حزام شهران، وفزت معنا بالجائزة نقدية مقدمة من جابر بن حيان. ألف ألف مبروك لك. بارك فيكم إن شاء الله.